أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي آسيا الذي نتابع فيه أبرز الموضوعات والقضايا على القارة الآسية في العديد من الدول، من بينها في حلقة اليوم بالطبع شبه الجزيرة الكورية التي ما زالت القضية والأزمة التي تتعلق بصواريخ كوريا الشمالية مستمرة والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا إلى جانب العديد من الموضوعات من باكستان ومن اليابان ومن الصين وغيرها من القارة الآسيوية. بالطبع إلى جانب موضوعنا الرئيسي ويدور حوارنا اليوم حول التحديات التي تواجه الرئيس الذي تولى رئاسته الثانية في إيران والقضايا المحلية والإقليمية والدولية أمام حكومته، ولكن نبدأ بعد الفاصل. بدايتنا بالتوتر على شبه الجزيرة الكورية وأبرز التطورات من هناك، ونبدأ بالملف النووي وقضية الصواريخ الكورية الشمالية. كوريا الشمالية أدانت الحزمة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها منظمة الأمم المتحدة بعد أن اقترحتها الولايات المتحدة وحثت العديد من الدول على الموافقة عليها. وذكرت كوريا الشمالية أنها لن تتفاوض على سلاحها النووي الذي تعتبره سلاح ردع في ظل هذه التهديدات الأمريكية، مهددة واشنطن بدفع ثمن جريمتها على حد وصفها. ورفضت بيونج يانج اشتراط وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وقف بيونج يانج برنامجها الصاروخي الباليستي من أجل عودة الحوار الأمريكي معها، مؤكدة أنها لن تتفاوض على سلاحها في ظل التهديدات الأمريكية، ومشيرة إلى أن العقوبات الأخيرة تعد انتهاكا صارخا لسيادة الدولة. وتأتي هذه القرارات ردا على تجربتي إطلاق صواريخ باليستية للصواريخ العابرة للقارات كما تقول بيونج يانج، وهو ما يعتقد أنه مقدمة لتطوير الصواريخ التي تحمل رؤوسا نووية وتقلق الولايات المتحدة. بالطبع هناك العديد من ردود الأفعال التي صدرت حول هذه العقوبات وأيضا حول التجارب الكورية الشمالية. في الصين وزير الخارجية وانغ يي حث نظيره الكوري الشمالي على اتخاذ قرار ذكي حسب ما وصفه بعد العقوبات الدولية المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بلاده، وإثبات حسن النية للمجتمع الدولي بشأن البرنامجين الباليستي والنووي لبيونج يانج. جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماعات متعلقة بالآسيان، مؤتمر الإقليمي السنوي للآسيان المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا والتي تستمر على مدى يومين. كما حث الوزير الصيني الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أيضا على وقف الضغط المتزايد على بيونج يانج، مشيرا إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. في غضون ذلك جاء التعبير عن الشكر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها دونالد ترامب لكل من الصين وروسيا لدعمهما مشروع القرار الأمريكي الذي يقضي بتعزيز العقوبات على كوريا الشمالية والذي تبناه مجلس الأمن. كان المجلس قد تبنى هذا القرار بالإجماع، ويتضمن عقوبات جديدة من شأنها حرمان كوريا الشمالية من عائدات سنوية تقدر بمليار دولار، كما ذكر بعض المراقبين أنه يحرمها من عوائد ثلث صادراتها تقريبا. الحكومة الباكستانية بزعامة شاهد خاقان حب عباسي الجديد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس هناك، وعين عباسي الذي كان مسؤولا عن الدفاع بالإضافة إلى وزارتي المياه والكهرباء وزير عين آصف خواجة وزيرا للخارجية وكان يتولى وزارتي المياه والكهرباء، كما تولى أحسن إقبال حقيبة الداخلية هناك.
تعديل وزاري آخر جرى في اليابان، حيث عين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وزيرين جديدين لكل من الدفاع والخارجية بعد قبول استقالة جميع أعضاء حكومته. يسعى آبي الذي يمارس مهامه منذ ديسمبر من عام 2012 لتطبيق جدول أعمال قومي إلى جانب جهود سياسية كبيرة لوضع حد لسنوات من الانكماش المتقلب وإعادة تنشيط ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وجدير بالذكر أن أبي يواجه تراجعا في نسبة التأييد الشعبي له في الشهور الأخيرة على خلفية مشكلات سياسية من بينها اتهامات بالمحاباة لصديق في صفقة أعمال، وهو ما ينفيه أبي بشدة، بالإضافة إلى ما توارد حول ضغوط مارستها أيضا وزيرة الدفاع المستقيلة في عالم السياسة. حريق هائل اندلع في برج الشعلة السكني بمنطقة المارينا بمدينة دبي المصنف ضمن أعلى الأبراج السكنية في العالم، امتد إلى النصف العلوي من هذا المبنى المؤلف من 79 طابقا، ولم يؤدي إلى سقوط ضحايا، بينما تمت السيطرة على الحريق الذي لم تتحدد أسبابه على الفور. فرق الإطفاء كانت قد تحركت من 4 مراكز للسيطرة على الحريق وضمان سلامة السكان، وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الإطفاء. اليابان أحيت الذكرى 72 لقصف الولايات المتحدة الأمريكية لمدينة هيروشيما بالقنبلة الذرية، وهي أول قنبلة ذرية تلقى على دولة في العالم، وذلك إبان نهاية الحرب العالمية الثانية. تعرضت اليابان لهجومين ذريين أمريكيين نهاية الحرب. الأول كان بالطبع على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس من عام 1945، أما الآخر فكان على مدينة ناجاساكي بعد 3 أيام، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200,000 شخص. نتحول الآن إلى موضوعنا الرئيسي. لدينا تقرير يسلط الضوء على أبرز التطورات في إيران بعد تولي الرئيس الفترة الثانية التي من المنتظر أن تستمر 4 أعوام في إيران. لكن الرئيس الإيراني يواجه العديد من التحديات محليا ربما تتمثل في الاقتصاد، وإقليميا مسألة الأمن القومي، وأيضا وضع إيران وعلاقاتها بدول المنطقة، بالإضافة إلى التحدي الكبير العالمي المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. كيف سيتصرف الرئيس الإيراني في المرحلة القادمة، وكيف ستواجه إيران هذه التحديات، وما هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل ذلك وغيره من التساؤلات سوف يجيب لنا عليها ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع، ولكن أولا نشاهد معا هذا التقرير الذي يلقي مزيدا من الأضواء على موضوع الحوار. لأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة من أن بلاده سترد بالشكل المناسب على أي انتهاك للاتفاق النووي، وذلك على وقع انتقادات لحلفاء الإصلاحيين. روحاني رجل الدين المعتدل البالغ من العمر 68 عاما بدأ ولايته الثانية رسميا الخميس، بعدما صادق المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على انتخابه بتعيين حكومة بلا نساء. وتطرح التشكيلة الحكومية تساؤلات في إيران، حيث يواجه روحاني منذ أيام انتقادات من مسؤولين يأخذون عليه تخليه عن تعيين النساء في مناصب وزارية، ولم يمنحوا سوى مناصب قليلة للإصلاحيين الذين سندوا في حملته الانتخابية، بينما كانت الحكومة السابقة تضم 3 نساء بين نواب رئيس الوزراء. ولم يكشف الرئيس الإيراني بعد عن تشكيلة حكومته، فأمامه مهلة لمدة 2 أسبوع بدأت من السبت لإعلانها، على أن يحصل على تصويت بالثقة من مجلس الشورى.
ومن المتوقع بحسب مصادر عديدة أن يحتفظ وزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير النفط بيجان نمدار زنقنة بمنصبيهما. وواجه روحاني في الأسابيع الأخيرة صعوبات مع توقيف القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون شقيقه حسين فريدون لاتهامه بالفساد، واضطر فريدون إلى دفع كفالة بنحو 7,600,000 يورو من أجل الإفراج عنه. مهمة روحاني تواجه تعقيدات متزايدة مع فرض عقوبات أمريكية وتجديد الرئيس دونالد ترامب لموقفه بصورة متزايدة حيال إيران، في الوقت الذي يحتاج فيه الرئيس الإيراني لاستثمارات أجنبية بمليارات الدولارات لتحريك الاقتصاد والحد من البطالة التي تطال قرابة 12.7% من القوة العاملة الإيرانية. كما أنهى روحاني مؤخرا حربا كلامية خاضها مع حرس الثورة بعدما انتقد دورهم في اقتصاد البلاد، وسمح توقيع إيران لاتفاق نووي مع الدول الكبرى بعودة الشركات الدولية الكبرى إلى إيران، ولا سيما مع الاتفاق الموقع مؤخرا مع شركة توتال النفطية الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية CNPC لتطوير حقل للغاز، الأمر الذي قد يعد بمثابة طاقة نور للاقتصاد الإيراني. أهلا بكم، نحيي ضيفنا في حلقة هذا الأسبوع الذي يكون معنا محللا ومعلقا حول موضوع حوار الأسبوع اليوم، القضايا التي تنتظر الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي فاز بولاية أخرى. أهلا بحضرتك أستاذ دكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية في كلية الأداب جامعة طنطا. أهلا بحضرتك. أهلا بك، تفضل خليك. العديد من التحديات التي أشار إليها التقرير إقليمية ومحلية ودولية، لكن ربما يكون من المناسب أولا أن نعرف لماذا فاز روحاني بفترة أخرى. يعني أنا في من كنت من ضمن اللي بيتوقعوا هزيمة روحاني، نعم، لغاية آخر 3-4 أيام، لانه كان المنافس الرئيسي له كان مدعوم بشكل مباشر من المرشد علي خامنئي، ولكن ما حدث في الساعات الاخيره تقريبا انه مؤسسه المرشد علي خامنئي وجدت انه هتكون هناك ازمه داخليه اذا فاز منافسه الرئيسي اللي هو احد اضلاع السلطه القضائيه في ايران، وبالتالي يعني اطلقت جيوش البسيج وهم حوالي 13-14 مليون إيراني تابعين للحرس السوي، إن هي تتجه في التصوير. كان الكلام ده بعد صلاة الظهر، وإن هي تتجه لصالح في تصويتها لصالح حسن روحاني وقدا لإيران على غرار ما حدث في 2009. ده كان الاستنتاج خاص بيا لما تابعت الموقف قبل واثناء وبعد. كان حتى كمان في ملاسنات شديده جدا، يمكن التقرير اشار ليها، بين حسن روحاني وبين طرفين يعني كبيرين او مؤسستين قويتين في الدوله الايرانيه، الحرس الثوري والقضاء. حتى انه تم حسن روحاني قام بتوجيه اتهامات مباشره للسلطه القضائيه ان هي كانت يعني ارتكبت او اتخذت قرارات في فتره الثمانينات في بدايه الثوره باعدام عشرات وربما مئات المعارضين في اتهام للرئيسي نفسه، لان الرئيسي كان احد الاشخاص الذين كان منوط بهم اصدار يعني احكام بشان المعارضين للجمهوريه الاسلاميه في ايران. الحرس الثوري نفس الكلام، حصلت ملاسنات وانه الحرس الثوري يبدو هو ده حسن روحاني انه قوه موازيه لسلطه رئيس الجمهوريه، لدرجه ان حسن روحاني ذكر بانه ثاني سلطه عليا في الدوله بعد المرشد علي خامنئي، وده كان نوع من التحدي العنيد من حسن روحاني
للطرفين القوتين دول، نعم. الحرس الثوري والسلطه القضائيه. المرشد علي خامنئي له دور دستوري خطير جدا، نعم. وهو الفصل بين السلطات، وان هو يحدث التوازن ويحقق الاستقرار للنظام الجمهوريه الاسلاميه في ايران وللدوله. وبالتالي دايما بتاتي تصرفاته في اللحظه الاخيره لصالح تحقيق الاستقرار. ده التفسير انه لماذا فاز روحاني برئاسه انسانيه. يعني هو رغم انه كان يحبذ مرشحا اخر، ولكن يعني اثر المساله في الاستقرار وعدم الفوضى. وقلنا كلهم ابناء الثوره. نعم. كلهم يعني حسن روحاني من المتشددين جدا فيما يخص البرنامج النووي الايراني، وحتى وان يعني تحدث بلغه ناعمه، نعم. شانه في ذلك شان محمد خاتمي، لان انطلاق البرنامج النووي الايراني بدا في عصر محمد خاتمي الاصلاحي. صحيح. حسن روحاني من المتحمسين جدا لتعظيم القدرات الاستراتيجيه العسكريه، وانه حتى في اطار الملاسنات اثناء الفتره الانتخابيه وما بعدها قال انه ما كان ممكنا ان تتولى انت يعني تتعاظم القدرات العسكريه الصاروخيه للدوله الايرانيه دون دعم من حكومته، نعم. وحكومه حسن روحاني نفسه، نعم. وبالتالي ده يعني كانت تصريح مباشر منه انه في صالح تحقيق الردع الاستراتيجي لاعداء الجمهوريه الاسلاميه في ايران. طيب حضرتك اشرت الى انك شخصيا كنت متوقع انه لا يفوز. هل لقراءتك لتاريخه في الفتره الاولى والمشكلات الموجوده يمكن الاقتصاديه والبطاله ومساله الفساد والسياسات ربما الخارجيه ام لاسباب اخرى؟ لا، هو كان بصراحه لانه يعني كان فيه هجوم شديد حصل عليه فيما يخص التراخي مع الولايات المتحده الامريكيه. نعم. وان هو يبدو انه سيكون يعني خنجرا في ظهر الجمهوريه الاسلاميه في ايران كنظام حكم، وانه هذا هو اللي انا كنت ابتديت ارصده. نعم. ما حدث انه في ثاني يوم بعد اعلان فوزه قامت القوات المسلحه الايرانيه بتجربه صاروخيه باليستيه. نعم. بواسطة القوات المسلحة التابعة للجمهورية الإسلامية وقوات الحرس الثوري. وبالتالي هو هنا بكأنه يعلن يجدد ولاءه لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وأن ما يشاع عنه هو باطل وهو خطأ. نعم. وأنه أمر يعني لا يمكن أن ينال منه، لأنه هو في الآخر وفي الأول زي ما هو نفسه قال أنه من أبناء الثورة المجاهدين الذين ناضلوا، نعم. بجوار مؤسس الجمهوريه اللي هو الخميني، آية الله الخميني، آية الله الخميني. طيب اذا نظرنا الى هذه التحديات الكثيره المحليه في الاقتصاد ومساله البطاله وحتى مساله الفساد التي نسبت الى أخوه أقرب، نعم، او اخوه، المنطقه اقليميا لا يخفى التحديات الامنيه المواجهه مع الولايات المتحده والبرنامج النووي، اي هذه التحديات ابرزها وتأخذ الأولوية في اعتقادك؟ اسمح لي أنا أقول لسعادتك حاجة. نعم. لو حتى لو في فرصة الأستاذ المخرج، نعم. كان في يجيب لنا كده مشهد من أسبوع، نعم. اللي هو في حسينية الخميني، كان اللي هو مراسم إعلاء يعني تدشين، نعم. والولاية الثانية لحسن روحاني. المراسم دي تمت فين؟ في حسينية الإمام الخميني. نعم. الإمام الخميني بالنسبة للإيرانيين عامل زي مصطفى كمال أتاتورك بالنسبة للدولة التركية. وما حدث إنه في هذه الحسينية أو في اللي هو المكان الذي كان يعيش فيه الخميني. نعم. تم تدشين الولاية الثانية لحسن روحاني. في هذه يعني في هذا اللقاء حدث يعني خطاب مباشر من المرشد علي خامنئي، نعم. وتكلم علي خامنئي مباشره بالاتش انه هو يوصي
الحكومة يعني حسن روحاني نعم وكل من يعني يعمل في فريقه المنتظر فريقه الرئاسي والوزاري المنتظر أن يدرك الاتش أن الأعداء الاستراتيجيين والحقيقيين للدولة الإيرانية هم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ده كان ده اتقال مباشرة لدرجة أنه في اللقاء ده مين اللي موجود فيه كل رجال الحكومة السابقة كل رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يعني زي ما بنقول كده كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والحرس الثوري والشرطة وكان ده كله حوالي 500 واحد بالإضافة إلى السفراء المعتمدين لدى إيران إيه اللي حصل لما علي خامنئي أصدر هذا الأمر أو هذا التوجيه كل اللي موجودين يعني القيادات العليا في الدولة كلهم قالوا إيه الشعار بتاع الجمهورية الإسلامية في إيران الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وكأنه يحدد من جديد الخط الأحمر لحسن روحاني نفسه وأنه لا تفكير في إعادة أو مجرد التفكير في إعادة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن يحالفها ده كانت النقطة الثانية أنه علي خامنئي يتكلم في الخطبة بتاعته دي في هذا التوجيه أنه لابد أن تستيقظ وتنتبه حكومة حسن روحاني للشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية ومعها إسرائيل وحلفائها في منطقة الخليج في إشارة المملكة العربية السعودية وكأن هذا هو الخط الأحمر الثاني الذي حدده علي خامنئي لحسن روحاني لا تتكلم في مسألة إعادة العلاقات مع السعودية أو إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا كلام عن إسرائيل أصلا هنا الخطوط الحمراء اتحددت فيما يخص بدوائر العلاقات الخارجية للسياسة الإيرانية من جانب اللي هو المسؤول الأول في الدولة الإيرانية اللي هو المرشد علي خامنئي هنا بتنكشف السياسات على المستوى وهو ملزم باتباع ده لازم رغم ان انه مرشد روحي لكن هو ملزم باتباع هذا طبعا لا يا فندم هو دكتور احمد بعد اذنك علي خامنئي مش مرشد روحي ده علي خامنئي هو فوق الرئيس هو اعلى من هو اعلى سلطه هو له سلطه روحيه روحيه دينيه وله سلطه دنيويه دينيه ودنيويه فهو الذي يضع السياسات العليا بنص الدستور يضع السياسات العليا للدولة الإيرانية وهو الذي يحدد الاستراتيجيات العليا للدولة الإيرانية ويعلن قرار الحرب وقرار السلام المرشد في إيران ويصدق على تعيين الرئيس ويصادق على تعيين الرئيس ويمكنه عزله وهو لديه صلاحية عزل الرئيس أيا كان الرئيس وحتى نفسه علي خامنئي فيما قبل الاجتماع الأخير في تدشين ولاية بعد إعلان فوز حسن روحاني قال جملة كانت خطيرة جدا قال إنه يعني نذكر القادة الدولة بعزل أبو الحسن بني سطر اللي هو أول رئيس يتم عزله في إيران سنة 80 نتيجة الاختلاف مع الإمام الخميني هنا كان تهديد مباشر إنه إذا لم ينصاع حسن روحاني للتوجهات الاستراتيجية للدولة وللسياسة التي اتضحها مؤسسة المرشد سيتم عزله واعتقد انه هو ليس من الغباء انه يعني يتصادم مع الدولة نفسها لانه المرشد هو الدولة في ايران طيب قراءة حضرتك للتشكيل هل تشكيل الحكومة الايرانية يؤكد هذا التوجه يعني كيف تقرأ التشكيل هل في اختلاف يعني يؤشر بوجود اختلاف مثلا في السياسة سواء اقتصاديا أو سياسيا في المرحلة القادمة هو بالتأكيد هيحصل أنا أعتقد أنه حصل تطويع في الفترة اللي فاتت دي لحسن روحاني وأنه تقريبا الحكومة بتاعته ستكون أشبه بحكومة الحرب لأنه هناك مخاوف من صدام قادم مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنه هناك يعني الدولة في إيران يعني لما بنتابع احنا بنتابع إيران من داخل إيران من خلال المصادر الفارسية وكالات الأنباء بتاعتهم ومراكز الدراسات
والبحوث التابعة لوزارة الخارجية أو مجلس الشورى الإسلامي أو حتى لرئيس الجمهورية نفسه. كل مؤسسة هناك عندها مركز دراسات. من خلال متابعتنا لمراكز دراسات بتاعتهم أنه الحكومة القادمة يجب أن تكون فطنة ومستعدة لثلاث خيارات. أولها الصدام، أولها مش آخرها. الصدام العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. ويمكن سعادتك لو أنت تذكرت اللي حصل في الثلاث أربع أيام اللي فاتوا وتمكن حسن نصر الله من حل مشكلة شمال لبنان مع جنوب سوريا عرسال، منطقة عرسال. والصفقة اللي تمت لها دلالات في يعني تنقية مناطق التوتر الخاصة بالمصالح الاستراتيجية لإيران في شرق المتوسط. صحيح. خصوصا فيما يخص لبنان وسوريا. الـ هناك احتمال موضوع رقم واحد انه قد تندلع المواجهة العسكرية مع إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في أقرب وقت ممكن. وبالتالي على الحكومة أن تكون جاهزة لهذا الأمر. في ظني الشخصي شهر 9 اللي جاي هو شهر عسكري إيراني بامتياز. من ناحية أنه إيران بتقوم بعمل أكبر مناورة عسكرية للأسلحة الشاملة بتاعتها، برية وجوية ودفاع جوي وبحري، وبما فيها طبعا هنخش في الموضوع اللي هي منظومة الصواريخ البالستية. هذه المناورات تكشف عن بشكل مباشر عن النوايا والقدرات الاستراتيجية لإيران، ليست في مواجهة المملكة العربية السعودية ولا مواجهة اليمن ولا مواجهة أي حاجة، ولكن في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في منطقة غرب آسيا. التحدي الثاني أو التكليف الثاني اللي أصدره علي خامنئي في يوم الجمعة اللي فاتت للحكومة أنه لابد من التعامل المباشر مع التحديات الخاصة بالحياة اليومية للإيرانيين والحياة الاقتصادية، وأنه لابد من تحقيق ما يسمى بالرفاهية المجتمعية للشعب الإيراني. هناك بالفعل أزمات، ولكن جاء في المرتبة الثانية بعد مسألة أمريكا. المواجهة مع أمريكا. بعد المواجهة مع أمريكا. هناك بالفعل أزمات اقتصادية أو مش أزمات، مشاكل اقتصادية يعني تحيط بي أو يعني تعوق من تنامي القدرات الاقتصادية لإيران. المشاكل الاقتصادية دي مرتبطة، لسه مرتبطة حتى الآن بعملية الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية والعقوبات التي يتم فرضها يوم يعني من فترة الأخرى بسبب الصواريخ البالستية الإيرانية. منظومة الصواريخ البالستية. لكن أعتقد أنه علي خامنئي عمل برضو عمل المفتاح وسلم حسن روحاني المفتاح. قال له أنه العقوبات التي تفرض على إيران والحصار الاقتصادي الذي يفرض على إيران اللي هو المفروض من سنة 79 كان ولا زال وسيظل منحة إلهية. قال له كده ليه؟ لأنه قال له أنه هذه العقوبات هي وسيلة لاستنهاض واستنفار القدرات الذاتية لكي نتفوق على أنفسنا ونحقق وجودنا بنفسنا بقدرات ذاتية. وإنه لابد للحكومة الإيرانية الجديدة أن تعمل على حل مشكلاتها الاقتصادية بالاعتماد على الذات، وليس مثلا بأن هي تنتظر صفقات اقتصادية مع الغرب أو صفقات اقتصادية مع الدول الآسيوية زي الصين واليابان أو كوريا الجنوبية. وبالتالي إنه مهم جدا ان احنا نعرف المفاتيح اللي اتحطت لحسن روحاني. طيب يعني نقطة العقوبات وسنعود اليها، خاصة موقف الدول الاخرى، ونحن نرى ان بعض المشروعات الان تجري مع بين ايران ودول غربية، لكن هنعود اليها اشوف وجهة نظر حضرتك
بعد هذه المداخلة. معنا الآن على الهاتف من واشنطن الدكتور عصام عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في السياسة الخارجية الأمريكية. دكتور عصام، بعد التحية من القاهرة، يعني الآن فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من الرئيس حسن روحاني، العقوبات ربما كانت الرئيس دونالد ترامب. معنا أستاذ دكتور عصام. مع حضرتك. نعم. أهلا بك بالسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار وكل أهلنا. أهلا بحضرتك. الآن العقوبات بعد أن لوح ترامب باتخاذها على أساس أنه البرنامج أو الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني الموقع في عهد الرئيس باراك أوباما لم يكن في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن ترامب اضطر لفرض عقوبات أخرى وقال إنها لأسباب أخرى وليست بسبب الاتفاق الخاص بالبرنامج النووي. هذه العقوبات كيف تستمر وكيف تجد لها الولايات المتحدة الأمريكية مبررا لاستمرارها وفرض المزيد منها، ونحن نرى أنه هناك ربما يجوز وصفها بعدم موافقة على الأقل من جانب كافة الأطراف الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية خاصة في العالم الغربي؟ الاتفاق النووي كان له جانب تقني فيما يعني يختص في الامور النوويه، الاسلحه الاستمرار، لكنه لم يتعداها الى الامور السياسيه. كانت اداره الامم فقط او تتصور ان عقد اتفاق نووي مع ايران قد يحسن من سلوك ايران في منطقه الشرق الاوسط، بمعنى الا تتمسك بالمنطقه على حساب الدول الاخرى، الا تثير المشكلات. نعم، عفوا دكتور عصام الصوت غير واضح، يعني لعلك تغير المكان ربما يكون الصوت اوضح، تفضل. كان الاتفاق النووي يختص بالامور التقنيه وليس بالشان السياسي الايراني، بمعنى تمدد ايران، توسع ايران في المنطقه على حساب الدول الاخرى، خلق مزيد من المشاكل عن طريق التدخل في الشؤون الداخليه للدول المحيطه بها من العراق لسوريا لليمن للبحرين الى اخره. ولكن ثبت أن هذا الاتفاق كان يختص بأمر ولكنه أضر في أمور كثيرة، لا سيما بمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، من دول الخليج إلى إسرائيل إلى بعض الدول الأخرى، أضيرت بفعل هذا الاتفاق. إدارة ترامب تسعى إلى تقليل هذه المخاطر في إنزال بعض العقوبات، لا سيما بعد إطلاق إيران للصواريخ وهو ما أحرج أوروبا الدول التي كانت ترعى هذا الاتفاق وتشرع فيه في الاتفاق. إذن الآن نحن أمام متغير جديد في المنطقة، وهو أن إيران تخرق بعض بنود الاتفاق وهو الأسلحة النووية، رغم أنها تحاول أن تلتف حول هذا بأن الاتفاق لم يضر. لا، الاتفاق كان يضر على عدم تصنيع أسلحة باليستية، صواريخ باليستية قد تحمل رصاص نووية تهدد الإيران وتهدد أمن العالم. وصلت الفكرة، أشكرك شكرا جزيلا، ونعتذر عن عدم وضوح الصوت. دكتور عصام عبد الله، أستاذ العلاقات الدولية، الخبير في الشؤون السياسية من واشنطن. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو دكتور مدحت حماد، أستاذ الدراسات الإيرانية في كلية الأداب جامعة طنطا. دكتور مدحت، إذن العقوبات، هل تستطيع إيران أن تصمد أمام هذه العقوبات وأن تعوض آثارها بالفعل من خلال علاقات أخرى وصفقات أخرى مع الدول الغربية؟ أقول سعادتك حاجة إذا جازت. في الأول هقول له سعادتك، يعني ثلاث أرقام أو يعني مجموعة أرقام لها دليلات. إجمالي الناتج القومي لإيران
تقريبا يعني في يخش في من 900 مليار لتريليون دولار في السنه. نعم. يعني تقريبا 6 أضعاف اجمالي الناتج القومي المصري. الموازنه العامه للدوله الايرانيه اللي هي 2017 واحد اللي هي 21 مارس 2017 نعم ل 20 مارس 2018 اذا يعني لم تخن الذاكره 312 مليار دولار الموازنه العامه للدوله. انت بتتكلم برضو رقم ضخم جدا بالنسبه لدوله احنا بنقول عليها حصار. نعم 300 مليار دولار الميزانيه الموازنه العامه للدوله واجمالي الناتج القومي من 900 مليار دولار لتريليون دولار في السنه. سيادتك الصين هي اكبر مستورد للنفط الايراني. نعم. في اسيا تليها كوريا الجنوبيه ثم اليابان ثم العراق وافغانستان. مجموعه الدول دي حجم التجاره بينها وبين ايران حوالي 100 مليار دولار. احنا بص احنا بنتكلم في ايه؟ وكان ذلك حتى في اثناء الحصار ده كل ده في اثناء الحصار. نعم. كانت العلاقات طيبه بين هذه الدول وبين الدول دي. اجمالي العلاقات الايرانيه الاوروبيه بعد توقيع الاتفاق في يونيو 2015 لغايه النهارده تجاوز 60 مليار دولار. بين ايران والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا. نعم. تخيل احنا يعني اعتقد انا ما اعرفش حجم التجاره بين مصر. انا بحب اعمل دي عشان برضو نعمل يبقى عندنا ادراك حقيقي بالواقع اللي جوه ايران عشان صانع القرار وتاثير العقوبات الامريكيه على لا ودلالات ده ودلالات ده عشان لما نيجي نقول ان العقوبات هتعطل والعقوبات هتعطل يبقى احنا واخدين بالنا من الدنيا الميديا الغربيه حتى بتضللنا فين ولا احنا بنضلل نفسنا فين الكلام ده كله. نعم. تخيل ان حجم العلاقات التبادل التجاري بين ايران وبين الاربع دول او الخمس دول الاوروبيه اللي ساعدتك عليها في السنتين اللي فاتوا وصل 60 مليار دولار. انت اذا فين العقوبات هنا؟ هو ده السؤال يعني في الاخر اين العقوبات؟ نعم. التي نتحدث عن تاثيرها او فين التاثير للعقوبات التي تفرض؟ اولا ربما دكتور احمد انا اسف. نعم. في اصلا اوروبا توقفت عن فرض عقوبات على ايران. نعم. من يونيو 2016 الدولة الوحيدة التي تصر على فرض عقوبات على إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية. أوروبا توقفت تماما عن فرض أي عقوبات، بالعكس اعتبرت تراجع الـ 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 يعني المصداقية الأمريكية فيما يخص التزامها بالبرنامج النووي الإيراني بالاتفاق مع إيران فرصة لأن يعني تعود هذه القوى الغربية مرة أخرى إلى الساحة الإيرانية لتحل محل أمريكا من ناحية ولتنافس روسيا من ناحية أخرى جوه إيران. نعم. طيب النقطة الأخيرة التحديات الداخلية، هل فعلا هذه مؤثرة في مصير الحكومة والتوجه الإيراني وتأثير ذلك أيضا أو تأثره بالعلاقات الخارجية؟ أعتقد أنه يعني الشواهد اللي موجودة دلوقتي بتقول أنه هناك نوع من يعني لملمة الخلافات التي حدثت والسجال السياسي والانتخاب الذي حدث في فترة الدعاية الانتخابية. وتقريبا الحكومة القادمة ستثبت أن حسن روحاني عاد لطبيعته الأصولية وليست طبيعته الإصلاحية. أنه هو سيعمل على إرضاء المحافظين والقوى المحافظة في الدولة الإيرانية بداية من مؤسسة المرشد وحتى السلطة القضائية من أجل أن يضمن لنفسه إنجاحا يأمل في تحقيقه في أن يوفر لإيران بالفعل أو يوفر للشعب الإيراني فيه ما وعد به وهو الرفاهية الاقتصادية خلال 4 سنين. ال4 سنين الدكتور أحمد دي آخر حاجة أنه إحنا دلوقتي في 2017 الخطة العشرينية لتنمية إيران ستنتهي 2022. نعم. حسن روحاني هيمشي 2021. حسن روحاني يريد أن يكون الرئيس الذي وضع إيران من المنظور التكنولوجي والاقتصادي والعسكري على بوابة القدرات الإقليمية الشاملة
والقوة الدولية الكبرى. نعم. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك دكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية كلية الأداب جامعة طنطا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ونختتم حلقتنا بهذا اللقاء الذي أجراه الزميل رمضان المطعني مع السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة للبرنامج، وتحدث فيه السفير الكوري الجنوبي عن العلاقات المصرية الكورية الجنوبية في الفترة القادمة ودعمها في المجالات المختلفة، ونلقاكم في الأسبوع القادم مع أحدث المتابعات في القارة الآسيوية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حوارنا الخاص مع سفير كوريا الجنوبية السفير يون، برحب بك على شاشة النيل الأخبار. سيد السفير، لو تكلمنا عن العلاقات المصرية يعني الكورية، يأتي على رأسها العلاقات التجارية، يعني كيف تروا ما وصلت إليه تلك العلاقات حتى هذه اللحظة؟ Egypt is a major economic partner to Korea in this region. مصر شريك اقتصادي رئيس لكوريا، وحجم التجارة بين البلدين يصل إلى ملياري دولار سنويا. لكن إذا نظرنا إحصائيا إلى الأنشطة في مجال الأعمال، سنجد أنها ضخمة، لأن الشركات الكورية العالمية في مصر توظف 20,000 موظف وعامل مصري، وكذلك أحد الشركات الكورية هي أكبر مصدر لمصر، فهي تقوم بتصنيع المنتجات في مصر وتصدرها إلى دول مجاورة لمصر. وكذلك شركة أخرى كورية للإنشاءات تقوم ببناء أكبر مصنع للبتروكيماويات في تاريخ مصر، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في العام المقبل، وسوف يوفر تقريبا 50% من احتياجات السوق المصرية من البتروكيماويات، وتصل تكلفته إلى 3.9 مليار دولار. وفي مجال التعليم هناك تعاون بين البلدين، فنحن نعمل على إنشاء كليتين فنيتين وتكنولوجيتين في صعيد مصر، الأولى في أسيوط والأخرى في بني سويف. لقد قمنا بالفعل بتوقيع الاتفاق، ويعد نموذجا للتعاون بين مؤسسة تعليمية حكومية والصناعة، وتتحمل الحكومة الكورية التكلفة لبناء الكلية، كما توفر جامعة بني سويف الطلبة المتميزين والمهندسين لتلقي التعليم في الكلية، ويتم بعد ذلك توظيفهم في الشركات الكورية العاملة في بني سويف. لذا يعد نموذجا للتعاون بين الحكومة والجامعة والصناعة. So this is good models of the cooperation between government, university and industries. زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى كوريا الجنوبية، يعني اهتم وزار منطقة أنشون التي تهتم بالتكنولوجيا أو وادي التكنولوجيا، يعني السؤال، هل يمكن تطبيق أي نموذج من تلك المدينة هنا في مصر؟ Now we don't have any, you know, the immediate plan. ليس لدينا في الوقت الحالي إنشاء مناطق حرة، لكن نأمل أن يتم التوسع في الشركات الكورية القائمة بالفعل، وكذلك الأنشطة، ونتطلع إلى دخول المزيد من الشركات الكورية للسوق المصرية. Engaging the Egyptian markets. اتخذت مصر إجراءات اقتصادية يعني وصفها الكثير بأنها صعبة، كيف رأيتم تلك الإجراءات الاقتصادية ومردودها الاقتصادي؟ Well, Korea also suffered from, you know, the financial crisis in the 1997. عانت كوريا من قبل من أزمة اقتصادية في عام 1997، لذا نحن مقدرون الصعوبات التي تواجه الحكومة المصرية وكذلك الشعب المصري، وأعتقد أن مصر اتخذت بالفعل إجراءات إصلاحية لمواجهة الأزمة المالية، وتدرك أن هذه الإجراءات على المسار الصحيح، والحكومة المصرية تحاول أن تقلل من الدعم، وتم تحرير سعر الصرف، وهذان الإجراءان من أهم الخطوات لتحقيق الإصلاح، على الرغم من أنهما مؤلمان، إلى أنهما في النهاية سيؤديان إلى مستقبل أفضل. قام الرئيس السيسي بزيارة إلى كوريا الجنوبية العام الماضي، يعني كيف رأيتم تلك الزيارة في تدعيم العلاقات بين البلدين؟ Last year, President Sisi, His Excellency, paid the official visit to Korea. العام الماضي قام الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى كوريا،
كانت زيارة تاريخية بالنسبة للعلاقة الثنائية بين البلدين، ومنذ تلك الزيارة قامت الحكومة الكورية بإرسال وفد رفيع المستوى يضم وزير النقل والصناعة والتجارة والخارجية ووزير الدفاع إلى مصر لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين البلدين. وبعد شهر رمضان الماضي قمنا بتوقيع الكلية التكنولوجية في بني سويف، كما وقعت شركة كوريا عقدا لتوريد القاطرات لخط المترو الأنفاق الثالث، كما قامت إحدى الشركات الإلكترونية الكورية بزيادة استثماراتها في مصر، وذلك لإنتاج بعض الأجهزة في مصانعها القائمة بالفعل. أيضا يعني التهديدات التي تمثلها كوريا الشمالية الأخيرة والصواريخ البالستية، يعني كيف تنظرون إلى تلك التهديدات وما هي الجهود التي تبذلوها مع المجتمع الدولي لوقف تلك التهديدات؟ نعم، لا زالت كوريا الشمالية تمثل تهديدا أمنيا. لقد أطلقوا مؤخرا صاروخا باليستيا، وهذا تهديد أمني جاد على بلادنا وكذلك على المنطقة. والرئيس المنتخب حديثا لديه رؤية واضحة للحوار مع كوريا الشمالية بشرط الاستجابة الإيجابية من قبل بيونغيانغ لدعوات المجتمع الدولي لها بالالتزام بقرارات مجلس الأمن التي يجب على كل الدول الأعضاء الالتزام بها. لذا نتمنى أن تستجيب كوريا الشمالية وبمجرد إظهارها للنوايا الحسنة لإيقاف أنظمتها النووية سنكون مستعدين للتعاون معها. وفي نهاية اللقاء نشكر سفير كوريا الجنوبية السيد يون على هذا اللقاء الخاص لقناة نيل للأخبار، وشكرا لمشاهدينا وإلى اللقاء.